رحيم وطويل الروح وعادة كل الساقطين. بكذا مزمور يردد ملجأنا إله يعقوب. أنا بدي أسألك سؤال، ليش قال إله يعقوب؟ ليش ما قال إله إبراهيم؟ I want to ask you, why did he say the God of Jacob? Why not Abraham? ليش ما قال إله إسحاق؟ Why didn't he say the God of Isaac? يعني بصراحة الريكورد والهيستوري بيقول، التاريخ بيقول، so the history says إنه كان إبراهيم وإسحاق أفضل من يعقوب. Abraham and Isaac were far more better than Jacob. طب ليش قال إله يعقوب؟ ملجأنا إله يعقوب. So ملجأنا إله يعقوب. Our refuge is the God of Jacob. تعرف ليه؟ Do you know why? لأن الله يعدد الساقطين. Because God helps those who fall. تاريخ يعقوب ما كان تاريخ مشرف مثل بقية الآباء اللي كانوا إبراهيم وإسحاق. Honoring like the other prophets. عشان كده إلهنا هو إله حنان. That's why he's a compassionate God. إله رحيم. He's so merciful. إله طويل روح. He's full of compassion. يعدد الساقطين. He helps those who يقوم المنحنين. He gives strength to the weak. هل بيستاهل تسبيحك؟ Is he worthy of your praise? نعم هو يستاهل. هللويا. عشان كده هو حنان رحيم وطويل الروح. ملجأنا إله يعقوب. هاليلويا. يلا نقول آخر مرة حنان ورحيم. يلا مع بعض. حنان ورحيم وطويل الروح وعابد الساقطين، شافي من كسير القلوب ومقوم المحنين. حنان ورحيم مرة تانية. حنان ورحيم وطويل الروح وعابد الساقطين، أشكرك شافي منكسر القلوب ومقوم المنحنين. يلا نقول آخر مرة هللويا. هللويا هللويا. قول من قلبك هللويا لاسم يسوع.